التحق بنا الفنان رشيد زروال والفنان يلدن اللي المرة الثانية يعطونا هذه الإطلالة من خلال شاشة القناة الثانية. رشيد مرحبا بك. مرحبا بك مرة أخرى. الليلة تضم كيف ما متبع معنا الجزائر وتونس، وانت كتمثل اليوم المغرب، وكنا تكلمنا قبل قليل على النوبة في الجزائر والتأثير العثماني في تونس. ياريت انت تحدثني عن هذا الغنى اللي موجود عندنا في الموسيقى والتراث المغربي من منظورك كموسيقي. أول حاجة مساء النور للمجدة، وأنا جد سعيد بهذه الاستضافة الثانية بهذا البرنامج. كما كنعرفوا أن المغرب غني، وجد غني بالتراث والإيقاعات والأنغام المغربية، وكما أنه غني هو مستغني علينا باش أننا نزيدوا نغنيه، وكان عندنا حق باش نبحثوا شوية وناخذوا. واليوم ان شاء الله غادي نعزفوا واحد الموسيقى مستوحاه من التراث العيساوي على مقام حجاز. هو عباره عن قطعه موسيقيه، هي سفر هي سميتها الحنديره في سفر، والحنديره هي اللباس ديال الناس ديال العيساوة. وهي الفكره ان غادي نكونوا في مكناس في الجو ديال الموسيقى العيساويه، وغنسافروا. اذا الايقاع العيساوي العيساوي، وغادي غادي نسافروا يعني سفر في الايقاع الهندي والايقاع. وغادي نعاود نرجعوا لما هذه الوصله اللي غادي نستمعوا لها في المقطع. طيب نخليو الساده المشاهدين يكتشفوا كل ليله. انا شخصيا غادي نكتشف. لكن بغيت نسول، كنا سولنا ضيفنا من تركيا يلدن على تعامله. كنا سبقنا تكلمنا في المساله، لكن مازال تنلحوا على اننا نعرفوا، لانه ماشي بالسهل انه فنان تركي تيشتغل على الايقاع والنغمه المغربيه. وتطرح لي طبعا السؤال في الكواليس وتمت الترجمه، لكن هو غادي يجاوب بالتركيه ونحاول اني نعطيه الترجمه لسؤاله. تفضل يلدن. Öncelikle beni Fas'a davet ettiğiniz için Düzem kanalında bu benim ikinci kez gelişim. Teşekkür ederim sizlere. Fas müziğinle benim tanışmam 2008-2009 yılları arasında gerçekleştirildi. Ve bunlara aracılığı olan, beni Fas müziğinle tanıştırmaya aracı olan isimler Raşit Zeruel ve Khalid Zeruel Türkiye'den beni davet etti ve beni Fas müziğinle tanıştırdı. Ve Fas'a ilk geldiğimde Fas müziğini dinlediğimde dedim nasıl bir müzik çıkacak acaba ortaya dedim. Ama bunu bana yabancılık çektirmeyen Raşit Zeruel ve Khalid Zeruel'e çok teşekkür ediyorum. Türk müziğinle, Fas müziği harmanladığımızda çok güzel bir müzik çıktı ortaya. Buradan kendilerine ben tekrar çok teşekkür ediyorum ve bu müziği Fas halkına dinletmeyi sizler aracıyla başardığımız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakında Fas Turka albüm Raşit Zeruel ve Yıldan Ergüzel inşallah sizlerin dinlemenize sunacağız. ما عرفتش شنو قال كل شيء، واش التزم بنفس الترجمه، ولكن يلدن كيحكي على هذه المجموعه ديالنا اللي هي هو اللي سماها فاستيركا. هو كان الخماسي رشيد زروال هو اقترح باش يسميها فاستيركا، يعني موسيقي تركي مع موسيقي المغاربه. ميكروفون رشيد. وما نساوش المجهود يعني معنا موسيقيين في هذه المجموعه اللي تكونوا من الاستاذ يونس الخزان على الفيولون، مصطفى عنتاري، استاذ مصطفى عنتاري على الايقاعات، ومعنا ضيف الاستاذ خالد الكوهن اللي جانا من مدينه باريس، اللي مغربي ومتفتح على الايقاعات اللاتينيه، ومعنا المعلم عبد القادر على اله الجمبري، ومطبعه الحال الاستاذ يلدن الجزال. وانت على النايت على الكوارع. طيب غير هو انتم كتشتغلوا، يمكن يعني عندكم اعمال مشتركه ان شاء الله
واحد فيكم خصو يتعلم اما التركيه ولا المغربي. لا من الاحسن نبقاو هكذا ياك كتواصلوا بالاشاره الموسيقى اللي تكون مشتركه. العموم الا بقينا نصادفوك دائما غنتعلموا التركيه. الله يطول عمرك. لا ماشي. واخيرا رشيد انا سعيده لانه عندك فرقه انت كتراسها و يعني خرجتي بعمل اللي انك ضميتي فيه مجموعه من الاساتذه اللي غادي ان شاء الله نتمنى نشوفوا البومكم عما قريب. الله يبارك فيك. انا ماشي كنترأس فرقه العناصر اللي هما معنا والموسيقيين. نعم. كل رئيس كل واحد كل رئيس نفسه. انا غير منسق موسيقي فقط كتنسق مع واجتهاد. نعم. موسيقيا اما كل عنصر عنده دور. نعم. كيبحث في يلدن بالقانون ديالو كما قلت. انا كان من امنياتي نشوفك عندك فرقه واخيرا تحقق الحلم. الله يطول عمرك. يعني عزفك مع 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 الجوق شيء جميل لكن عملك اجمل. وندير فرقه باش نقدموا للموسيقى المغربيه شيء بشيء. وانتم اهل لذلك نعرف فقط. انتم اهل لذلك يعني. وانا جد مسرور كبير هذا اللي معنا فنانه كبيره من هذا من هذا الحجم من الاسماء المنور اللي كتشرفنا بزاف. صحيح دائما كنفرح ان هو كيتعامل من باب الطول الجميله في الموسيقى. انا جروب هما مولوعين وكيغنيو ما كاينش واحد كيترأس الاخر ولكن هما كلهم اون هارموني كيعطي واحد الحاجه زوينه. انا فرحانه اللي غنيت معك الاغنيه ديالي ومع سيد يلدن. ميرسي بارك الله.